هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج الطاقة الخضراء. كما شدد مدبولي على أن الدولة تضع العديد من المستهدفات وسنعرض مدى نجاحنا في تحقيقها كل 3 أشهر في مؤتمر صحفي. الدولة المصرية وقعت على مدار الشهرين اللي فاتوا 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في خلال المشروعات الكبيرة، لأن الرؤية أن مصر إن شاء الله ممكن تكون مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء. مصر من الدول القليلة اللي لديها يعني أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي الدولة المصرية النهاردة بتضع حوافز يعني كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة عشان تدخل معانا في هذا المجال. احنا عدينا مرحلة دقيقة جدا، مهدنا الأرض ببنية أساسية وبنية تشريعية وبنية تنظيمية ومؤسسية. إجراءات الإصلاح الهيكلي اللي خدناها بعد الإصلاح الاقتصادي كل هدفها إنها تيسر الإجراءات وتتيح مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص في خلال الفترة القادمة بقوة. وزي ما قلت، إحنا بقينا حاطين علينا كدولة مستهدفات وكي بي آيز واضحة، ونقدر ان احنا يعني ده كانت اللي احنا اعلناه، ان كل 3 أشهر هنطلع بمؤتمر ونعلن مدى نجاحنا في تطبيق المؤشرات الكمية اللي احنا وضعناها على نفسنا.